بسرعة أخبار النادي الأهلي في الساعات الماضية. عارفين إن بعثة الأهلي خلاص الحمد لله وصلت بسلامة الله الحمد لله لمطار القاهرة منذ قليل. عايز أقول لكم كمان إن سعد سمير أو أخو النجم سعد سمير كان تعرض لعملية صعبة جدا ودقيقة جدا في المخ. يعني كل التمنيات سعد لأخوك بالشفاء العاجل بإذن الله. سعد لعب مباراتين وأخوه كان في العناية المركزة، وده طبيعة لعيبة أو دي طبيعة لعيبة النادي الأهلي إن هما دايما بيفصلوا الأحداث، يعني تلاقي فيه ظروف زي دي لكن هو بيأدي كما يجب أن يكون. إن شاء الله يقوم بالسلامة ونطمنكم عليه بإذن الله. كل تمنيات سعد لأخوك بالشفاء العاجل بإذن الله. زي ما قلت لحضراتكم الأهلي بيتصدر المجموعة خلاص برغم الخسارة، لكن بصراحة شكل الأهلي زي ما كلنا شايفين مش عارفين نقول لسارتي هل هو متعمد يعمل كده لإراحة اللاعبين، هل هو بيبقى ضامن المكسب فعشان كده بينزل بشكل معين مش شكل الأهلي الحقيقي، مش عناصر الأهلي المؤثرة جدا. أكيد في ظل الضغط اللي احنا فيه، ضغط المباراة اللي احنا فيها، هيكون فيه إجهاد كبير جدا. وده اتكلم فيه لسارتي واشتكى منه قوي، قال فيه إجهاد كبير قوي على اللعيبة. هل هو متعمد يعمل كده؟ لكن الموضوع ممكن يهرب منها في الآخر. عندنا كذا مباراة كانت ممكن تهرب منها في الآخر، لكن هو بيعمل اللي في دماغه في النهاية. لكن بصراحة لازم نتوقف، يعني ليه لعب ثلاث ديفندرات؟ ايه فكره؟ هنتكلم مع نجومنا ان شاء الله النهاردة او ضيوفنا ان شاء الله النهاردة في كل هذه النقاط. لكن خلاص اتحطينا في امر واقع، مباراتين لقدمتين زي ما قلت لحضراتكم لازم نكسبهم بإذن الله، وعلى الاقل تعادل ومكسب بإذن الله. وان شاء الله طبعا الاهلي قد هذه المباريات وقدود كمان. الاهلي دايما عند حسن ظننا بيه وحسن ظن جماهيره بي ان شاء الله. عندنا شبيبه الثوره وعندنا فيتا كلوب، ماتش فيتا كلوب الاصعب شويه، لكن ان شاء الله قادرين ان احنا نعتلي قمه هذه المجموعه. ارجع للاخبار نادي الاهلي تاني. الاهلي بيستأنف تدريباته غدا الخميس باذن الله. عندنا مباراه الانتاج الحربي، مباراه برضو هامه جدا، بنطلع مباراه هامه لمباراه اخرى هامه جدا. كل الفرق بتستنى لقاءات الاهلي، افريقيه او عربيه. الاهلي كبير، الاهلي كبير. ان شاء الله الساعات القليله القادمه هتبين قد ايه الاهلي كبير باذن الله. زي ما قلت لحضراتكم لاسارتي بيشتكي من الاجهاد، علشان كده هيفضل اراحه اللاعبين المشاركين في المباريات الرسميه ويكتفي بالتدريب الخفيف جدا ليهم او الاستشفاء بشكل عام. سعد سمير بيخوض فحص طبي لجاهزيته في مباراه الانتاج، ان شاء الله تكون جاهز لمباراه الانتاج اللي جايه. سعد سمير كان تعرض في شد خفيف في العضله الضمه، لاسارتي يفضل اراحته في مباراه سيمبا السابقه. بقول لكم الاخبار بسرعه عشان نستقبل ضيوفنا الكرام. لاسارتي بيقول فرصه الاهلي في التاهل لدور الثمانيه كبيره جدا. اكيد طبعا، اكيد انت عارف النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي لا يقبل انه يكون او الا ان يكون هو الأول دائما في أي حاجة. إن شاء الله يكون عند حسن ظننا زي ما بقول دائما. لاسارتي بيأكد على الكلام ده، بيقول إن الأهلي فرصه كبيرة جدا في التأهل في هذه المجموعة رغم الخسارة، وإن شاء الله تكون الكأس الأفريقية من نصيب النادي الأهلي. لاسارتي قال إن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام سيمبا، هو شاف كده، لكن التوفيق لم يكن حليفه. وهذه كرة القدم، أنا بكلمكم في الخبر عموما هنتكلم فيه بالتفصيل مع ضيوفنا الكرام. ده الكلام اللي اتقال على لسان لاسارتي، قال إن هو مقدم مباراة جيدة والتوفيق كان بعيد عن النادي الأهلي في ظروف زي الجو والطقس والرطوبة والجو الأفريقي عموما. أنا متفق معاك تماما، الجو الأفريقي بيخليك بره الفورمة خالص، لكن أنت الأهلي برضو، يعني أنت الأهلي بيقابلنا رطوبة، بيقابلنا أكسجين قليل قوي، بيقابلنا ظروف خارجية غصب عننا، لكن بيبقى برضو الموضوع بيبعد عننا شوية. قال إن المباراة شهدت إهدار كبير للوقت من جانب لاعبي سيمبا، وده الطبيعي جدا يا مستر لاسارتي في الكرة الأفريقية، هتتعود على الكلام ده، كمان الكرة العربية كمان أكتر بكتير. لكن فريق سيمبا لما يكسبك 1-0 مستني منه إيه؟ أنت كسبانه هنا 5-0، لما يكسب النادي الأهلي 1-0 هتلاقي لعيبة بتموت أساسا في الملعب. يعني كويس إن هو كان 15 مرة مثلا وقعوا، أنت بتقول 15 مرة، كويس إن هم ما كانوش 50 مرة. حلم كبير جدا إن سيمبا كان يكسبك أو يتعادل معاك، لكن كسبك، ودي الكورة ودي طبيعة الكورة، وإن شاء الله نرجع بسرعة جدا. قال كمان أو شدد على إن عامل الجو كان له تأثير كبير جدا زي ما قلت لحضراتكم، ارتفاع الرطوبة خاصة في الشوط الثاني، وده سبب حالة كبيرة من الإجهاد اللي اتكلم عليه لاسارتي وعلق عليه تاني. قال الأهلي يعاني من الإجهاد الشديد، علاج الإجهاد سهل قوي
لكن في ظل ضغط المباريات بيبقى قدامك انت كمدير فني راحه اللاعبين الاساسيين، تشتغل معاهم في الملعب شغله قليل قوي قوي، وده مش هيوصل لك فكرك ليهم بالطريقه اللي انت عايزها، لكن ده الوضع الحالي ودي الظروف اللي انت محطوط فيها، اكيد هيتكلم معاهم اكتر بالورقه والقلم وعلى السبوره وشرح فكره على السبوره اكتر من الملعب، لان مفيش وقت اساسا ان هو يعمل جمل ويعمل تدريبات، والتدريبات محتاجه فتنس، والفتنس اصلا انت بتشتكي من الاجهاد العام، فاكيد هتريح اللاعبين على حساب ان انت بقى تشتغل شغل كتابي شويه بالورقه والقلم او كلامي اكتر من ما هو شغل عملي في الملعب. عشان كده يعني كل العذر للاسارتي في عدم تنفيذ فكره بالطريقه اللي هو عايزها في ظل ضغط المباريات، ان شاء الله يكون الفتره اللي جايه فيها وقت اكبر من كده بكتير. دي كانت اهم اخبارنا